حكم بطولتنا مازلت ما بديتش وباش تبدا على قريب، بيني وبين روحي قلت على سلام ما نختارش احسن 11 ومنهم نعمل تشكيله الدوري التونسي قبل ما يبدا. يلا ما نطولش عليك ياسر. بحكم اللي 90% من المدربين التوانسه يلعبوا بالاربعة 3-3، تشكيلتنا بشكون 4-3-3. ويجي نحكيهم من الاخر من توا باش نكونوا واضحين، راهو الحداش اللي باش نختارهم من غير عاطفه، لا يهمني الجمعيه هذه ولا يهمني اسم لاعبي هذا، ما يهمني في شيء، يهمني اللاعب ينجم يمشي مع افكاري مع التشكيله اللي باش نختارها ولا لا. نحكي معاك من الاخر، راهو كل ملاعبي معايا انا راهو ياخذ حق. وباش نزيد نكون واضح من توا، راني في كل بوست باش نختار رز ملاعبيه والاحسن فيهم باش يكون موجود في احسن 11 للدوري التونسي. امورنا مريقله ظهر لي توا. يلا نبدأ بحراسة المرمى. نبدأ بأيمن نحمان، أحسن حارس موسم اللي فات في الدوري التونسي وفي تونس بصفة عامة، وحاليا حارس نمرو واحد في المنتخب التونسي. اختياري الثاني باش يكون بشير بن سعيد، كيف كيف حارس دولي وعام اللي فات عمل عام كبير مع الاتحاد المنستيري في 23 ماتش بل كان 12 بون. وريتي في زوز اللي سميتهم ما تسحقش انك باش تخمم ياسر ولا باش تفكر ياسر، على خاطر الامور واضحه. كيما قلت لك الحارس الاول في تونس والحارس الاول في المنتخب التونسي اللي هو ايمن دحمان، واللي هو باش يكون موجود في احسن 11 للدوري التونسي. نتعداو في الدفاع وباش نسمي اربعه وباش نختار منهم كان زوز. نبداو بالاسم الاول، محمد امين توغاي، مكسب كبير للترجي الرياضي، دولي مع المنتخب الجزائري، والموسم اللي فات عمل موسم كبير سواء مع الترجي سواء حتى مع المنتخب الجزائري في كاس العرب، وتحب ولا تكره قيمه ثابته في الترجي الرياضي. الملاعب الثاني في اللي اخترتهم نادر الغندري، تحب ولا تكره احسن ما عندنا حاليا في الدوري التونسي، وزيد فوق هذا الكل لاعب دولي وكيف كيف قيمه ثابته في جمعيته واللي هي نادي الافريقي. الملاعب الثالث هو محمد النصراوي، اللي انا عندي الموسم اللي فات اكتشاف الملاعب هذا، مشاركته في كاس تونس في البطوله التونسيه مع الشبان المنتخب التونسي يخلي المدافع هذا يكون موجود في التوب 10 تاع احسن مدافعين في الدوري التونسي، وان شاء الله الموسم هذا يزيد يبرز اكثر مع النادي الصفاقسي. وكاخر اسم في الاربع مدافعين اللي اخترتهم، محمد الصغراوي، مدافع الاتحاد المنستيري، اللي انا عندي مدافع ممتاز، مدافع يقرا مليح اللعب والبروفيل نتاعو يعجبني على الاخر. وراني عارف اما اسامي اخرين ومانيش ناسي الاسامي الاخرين، مثال فما عبيد باش تقول لي ياسين مريح وينه؟ نجاوبك على الحاجه هذه، ياسين مريح راهو راجع من ليكامون وعنده شهور ما يلعبش، وحد راهو ما ينجم ياكد راهو ياسين مريح ينجم يرجع للنيفو اللي كان عليه. غير هذا الاسامي الاخرين، علي غرام ولا عبد الرزاق بوزره ولا اللي هو، راهم كلهم راه اختيارات فنيه. انا خويا ذوما اختياراتي انا، اختياراتك انت نحب نقرا في الكومنتات، نحب نقرا احسن 11 حسب ما تشوفهم انت في الدوري التونسي. بالاخر ما نطولش عليك، راهو حسب اختياراتي انا، محمد امين توغاي ومحمد الصغراوي احسن زوج مدافعين في المحور في الدوري التونسي يدخلوا في ال 11 نتاعي. على جهه اليمين كظهير ايمن عنا زوج اسامي كيف كيف، محمد بن علي اللي عمل الموسم باهي مع نادي الصفاقسي وانتقل حاليا للترجي، وعندك اسكندر العبيدي اللي كيف كيف عمل الموسم باهي مع نادي الافريقي. زوج ملاعبيه ما عندهمش نفس البروفيل، عنا ظهير اللي دفاعي اكثر من الاخر، وعنا ظهير اللي هجومي اكثر من الاخر. وبالافكار اللي عندي وبطريقه اللعب اللي نعتمد عليها نخير محمد بن علي، على خاطر هجومي اكثر من اسكندر العبيدي ويعاوني القدام اكثر من اسكندر العبيدي. على جهه اللي صار كظهير ايسر ما عندكش خيارات كبيره، وكاكثر خيار وواضح خياري خاطر حكيت عليه قبل اللاعب هذا، مش نقول لك من توا شكون بيناتهم، لكن نبدا عندك من ناحيه حسام دكدوك اللي كيف كيف عم ناول احسن موسم ليه مع نادي الصفاقسي وانتقل حاليا للترجي، وعندك من ناحيه اخرى اللي اسامه السيل اللي كيف كيف عمل موسم كبير مع الاولمبي البيجي، وكان على قريب انه باش ينتقل للرجاء البيضاوي وللنجم الساحلي، لكن في الاخر اداره الملعب التونسي عرفت كيفاش تقنع اللاعب وتضمه له. ومن الاخر راك اكيد فاهمني تو كيفاش انا نخمم وكيفاش طريقه لعبي، نخير في زوج ملاعبيه هذم في زوج الاظهر هذم وسامسي. كملنا من رباعي دفاعي، نتعداو لثلاثي الوسط، نبداو كوسط ميدان دفاعي. راهو نعاود نقول لك راهو كل واحد وخياراته، كل واحد عنده طريقه لعب وكل واحد عنده افكار، وانا في الوسط كوسط ميدان دفاعي حاجتي بملاعبي طلع الريتم مش يطيحوا، حاجتي بملاعبي ياكلوا ماكله التيران. ولنا عن زوز اسامي، حسام تقا وغيلان الشعليلي، كان باش نحكي خبره امكانيات لاعب دولي اللي تحب عليه انت، حد ما راهو ما ينجم يشك في امكانيات حسام تقا، لكن ما تنجمش تقارن حسام تقا امكانيات حسام تقا ولا بخبرته ولا اللي هو بامكانيات غيلان الشعليلي وامكانياته، خاطر لنا نحكيو على لاعب دولي اساسي مع المنتخب التونسي. ولنا راك فاهم خياري باش نختار بينات الثنائي هذا غيلان الشعليلي. الثنائي اللي باش يكون قدامه راهو اختياراتي، انا قلت لك عندي افكار معينه، حاجتي بزوج ملاعبيه اللي يعملوا لك الدور الدفاعي ويعملوا لك الدور الهجومي، زوج ملاعبيه عندهم بروفيل البوكس تو بوكس. نبداو بزوج اسامي اللي اخترتهم من الاول، عندك محمد علي بن رمضان من ناحيه
عم ناول عمل عام كبير مع الترجي في البطولة التونسية، في الدوري أبطال أفريقيا، في مع المنتخب التونسي اللي تحب علي. أنت خرج موسم كبير، وعندك من ناحية أخرى معتز الدام اللي كيف كيف كان دولي، عمل موسم كبير مع النجم الساحلي، لكن في الثنائي هذا ظهر والناس كل تتفق اللي محمد علي برمضان هو اللي لازم يكون في أحسن 11. ومن ناحية أخرى في نمرة 8 كيف كيف عنا يوسف أمارو اللي زاد كيف كيف عمل موسم كبير، وكأول موسم ليه مع الاتحاد المنستيري خرج برشا حاجات يعجبه. ملاعبي عنده إمكانيات كبيرة، ملاعبي دفاعي ممتاز وهجومي يعاونك ياسر، سواء باش تلعب على هجمة مركزة ولا حتى على هجمة معاكسة. ومعاه باش يكون لاري العزوني اللي عمل بداية موسم ممتازة في البلاي اوف، رينا شوت ظاهرة خاطر المشاكل اللي صارت والسبريت على الجروب كامل صار ما صار مع نادي الفريق عارفينه، لكن في الثنائي هذا رينا عاود نقول له كل واحد واختياراته. كيما انت نجم تقول لي ليه خويا ليه عندي انا هذا خير من هذا، لاري العزوني خير من يوسف مارو، زادام خير من بن رمضان، كل واحد ورايه، لكن انا حسب رايي عندي انا في الثنائي الوسط باش يتكون من محمد علي برمضان ويوسف مارو، وهكا عاد نكونوا كملنا من الوسط. ثلاثي الوسط سي بون سميناه، توا نتعداو لاخر حاجه ثلاثي الهجومي، ولينا باش يبدا الرسمي، لنا باش يبدا بالحق الرسمي، على خاطر كيما كنت نقول لك في البوستات الكل باش نختار زوز، لكن في الهجوم في كل بوست باش نختار ثلاثه ملاعبين. كجناح ايمن لنا عندنا برشا خيارات وبرشا اسامي وبرشا لاعبين شبان وبرشا ملاعبيه قادمين على موسم كبير وينجموا يعملوا موسم كبير. ابدا بشرار اول اسم نختاره في ثلاثه ملاعبيه اللي باش نسميهم، ابدا كيف كيف ادم قر وابدا بهيكل الشيخاوي، ثلاثه ملاعبيه اللي زوز ملاعبيه نعرفهم مليح في البطوله التونسيه وعاملوا موسم كبير. ادم قر عمل بلاي اوف مش عادي، ومع منتخب الشبان كونتر فرنسا عمل معمل، مهم الشيء تكون جمعيتك، لكن الناس كلها عامله كيف على الملاعبيه هذا. وعندك من ناحيه اخرى هيكل الشيخاوي اللي عمل موسم ممتاز مع الاتحاد المنستيري، وعندك تو حاليا ملاعب جديد اللي باش يكتشف الدور التونسي اللي هو شراره لاعب الترجي الرياضي، واللي جمهور الاردني كل يحكي عليه وجمهور الليبي كل يحكي عليه وجمهور قطري كل يحكي عليه على التجارب نتاعه من الانديه في ليبيا قطر ولا الاردن، الكلهم يحكيو للاعب هذا ماهوش عادي. حسب ما تفرست وحسب ما ريت وقعدت برشا باش نختار بين الثلاثي هذا شكون باش يكون في احسن 11 نتاعي، في الاخر اخترت شرار، وراني عارف ما اسامي اخرين كيما محمد الضاوي كيما في اي جمعيه فتقى اسامي تقول لي وينهم وينهم، راهو الكل تبقى في الاخر اختيارات العبد. ريتهم الاختيارات اللي بسميهم طاب وينو نحب نقراهم في الكومنتات. علي صار برج ولا باش يكون واضح معكم من تو ياس حلوم، خاطر ريت في الاجنحه الكل ما عندناش ملاعبيه عملت موسم كبير من ناحيه ستاتس، لكن في الاخر خممت وتكتكت وهندست ونجبنا اختار ثلاثه، حمد الهون اللي ملاعب عارفين وعنده امكانيات كبيره، اما الموسم اللي فات ما عمل حاجات كبار، بليكم نختاروا في احسن 11 ما نجموش خليو لوني ماهوش موجود في احسن 11، رغم نعاود نقول لك الموسم اللي فات راه ما كانش موسم باهي الحمد لهوني، اما حد ما ينجم يشك في امكانيات الجناح هذا. عندك من ناحيه اخرى واضح الزيتي اللي كيف كيف الموسم اللي فات عمل موسم كبير مع اتحاد بنقردان، وحد ما ينجم يشك في الحاجه هذه. واخر اسم في الثلاثه اللي اخترتهم كجناح ايسر باش يكون ياسين العمري جناح النجم الساحلي، اللي كيف كيف عمل موسم كبير مع النجم الساحلي وكان قيمه ثابته مع النجم الساحلي. اما برجولي في الاخر راه ما نجمش نختار هذا ولا هذا، على خاطر الناس الكل عارفين نحب نحكيو قيمه تسويقيه ولا خبره ولا ملاعب ينجم يجيب لك اطراح ولا اللي تحب عليه انت. في الثلاثه اللي سميتهم حمد الهوني هذاك هو، ما تجمش تختارش حمد الهوني صراحه، على خاطر ما عندك ما تختار، ما عندكش ملاعب يخرج موسم كاستاد يرعبوا. حمد الهوني باللي يكون كان يرجع الفورما راهو يستحق بلاصتو في العداش وبعيد زاد على الاخرين. وتو عاد وصلنا اخر حاجه واخر ملاعب في احسن 11 اللي سميتهم اللي هو المواجهه الصريح، واللي لنا كيف اخترت ثلاثه اسامي. محمد علي بن حمود هداف الدوري التونسي الموسم اللي فات واللي عمل موسم كبير مع الترجي، من الاخر قال لي بطرح كان ديسيزيف مش في ماتش ومش في زوز ماتش بنقردان ماتش سي اس اس، مع انت قدم اضافه كبيره لهجوم الترجي الرياضي الموسم اللي فات. وعندك من ناحيه اخرى اسم اخر اللي هو رياض بن عياد اللي كيف كيف اسم هذايا اول موسم ليه في البطوله التونسيه اللي ينتقل للترجي الرياضي، اللي هذا الملاعبي عمل موسم كبير مع ستيف تزيري في الموسم اللي فات وكان حاسم ضد الترجي في تشامبيونز ليج الافريقي، وعاون بلاك دي ستيف باش وصلت نصف النهائي من تشامبيونز ليج الافريقي، وفي تزير الناس الكل تحكي عليه في زوج مباريات ماركا بونتو مع المنتخب الجزائري من اول مباراه ليه كاساسي مع المنتخب الجزائري ماركا فازت ايران. واخر اسم اللي هو زياد العلوي مهاجم الاتحاد المنستيري اللي حاليا من احسن ما عندنا كمهاجمين في الدوري التونسي. ثلاثه اسامي كل ملاعب بروفيلو
كلهم لعب بطريقة لعبه، كلهم لعب ينجم يمشي لك مع طريقة لعبه وما ينجمش يمشي لك، لكن انا حسب اختياراتي وحسب قراراتي وبقيت نخمم ياسر وبقيت حاير بين زوج ملاعبية. صراحة في الاخر رياض بن عياد باش يكون في احسن 11 اللي باش نختارهم، واللي من الاول كريتي من مباراة ودية مع الترجي الملاعب ديريكت خليه ماركي، من كفران ضد الاتحاد بنقردين في اغلب مباريات ماركا فيها، وكان حاسم وقدم اضافة كبيرة في هجوم الترجي، والناس كل ما تفقى اللي يرى رياض بن عياد باش يكون اكتشاف في الموسم الحالي. كملنا احسن 11 متاعينا. ايه يا معلم لتوا لما كتبت احسن 11 بتاعك انت تمشي عاد، نحب نقرا ونحب نعمل كيف يبان لك تقول لي ملاعبي راهو راهو يا تريزي يقول عندي ملاعبي خويا ما سميتوش في الاحسن 11 بتاعك وراهو خير من اللي اخترته. هي ينجم يكون نجم، علاش ليه هذاك؟ علاش نحب نقرا رايك انت في الكومنتات؟ نحب نقرا احسن 11 متاعك في الكومنتات، نحب نشوف افكارك، نحب نشوفك انت كيفاش تخمم كيفاش تفكر. يلا ما نطولش عليكم، اعطيني رايكم في احسن 11 متاعي ونحب نقرا رايكم في احسن 11 متاعكم انتوما. وتوا عاد ما تنسيش شنو تبعنا على التيك توك والانستغرام، راني نعاود نقول لك راني غادي نهبط فيديوهات مانيش نهبطهم على يوتيوب، وما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات باش ما تفوتك حتى فيديو جديده، وملتقانا في الفيديو الجايه في الامان.